ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا. وسلامة ألسنتهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج التابعين لهم. أما من يجرح، وأما من يلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم أو يلعنهم، فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في صحابته طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم. نعم.